أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بإقالة 4 مسؤولين رفيعين مستوى. الإقالة تطال قائد القوات الجوية الفضائية الروسية الفريق أول فيكتور بونداريف ونائب قائد أسطول البحر الأسود الفريق البحري فاليري كوليكوف، كما يقضي المرسوم بعزل سيرجي أرينين من منصب قائد قوات الأمن في مقاطعة ساراتوف، فضلا عن رئيسة الوكالة الفيدرالية الخاصة بشؤون رابطة الدول المستقلة والمغتربين والتعاون الإنساني الدولي لوبوف غليبوفا من منصبها.